أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة نقدمها لكم مباشرة من الأولى، ونبدأها كالعادة بأهم العناوين. لإنعاش القطاع السياحي والنهوض به عقد اليوم اجتماع موسع مع مهنيي السياحة لتدارس سبل مواجهة تداعيات فيروس كورونا. سبع وتسعون فاصل 2% نسبة حضور المترشحين المتمدرسين بالدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، واثنتان وستون بالمئة بالنسبة للمترشحين الأحرار. الاستعدادات متواصلة لتوفير أضاحي العيد في ظل ظروف استمرار فيروس كورونا، استعدادات تواكبها مجموعة من البرامج لمراقبة قطيع الماشية لإنجاح عيد الأضحى. مرحبا بكم من جديد. ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح اليوم بالرباط الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. اللقاء تداول في حصيلة العمل الإجراءات المتخذة في إطار مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج في ظل جائحة كورونا، وأكد تدابير تمكن المغاربة القاطنين والمتواجدين بالخارج من دخول أرض الوطن وفق إجراءات خاصة. كما تم التأشير خلال اللقاء على مخطط استعجالي لمواكبة مغاربة العالم يهم رقمنة الخدمات الإدارية وإطلاق الضمان الاجتماعي في شقه الأول، ثم محور خاص بتعبئة الكفاءات الاقتصادية وفي مجال الاستثمار من مغاربة العالم. عقد اليوم بالرباط اجتماع موسع مع مهني السياحة، وذلك بغية دعم هذا القطاع والذي تضرر جراء جائحة كورونا. الاجتماع تناول التدابير الصحية التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة الزبناء والمستخدمين، وذلك ضمن التنسيق الدائم بين كل السلطات المختصة، هذا مع تسليط الضوء على كل الإجراءات الممكنة لإنعاش القطاع السياحي والنهوض به بتعبئة كل الفعاليات والمهنيين وبإسهام من السياحة الداخلية كخيار استراتيجي في ظل هذه الظرفية. ولمزيد من التوضيح نتابع تصريح كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي السيدة نادية فتاح ووزير الصحة السيد خالد أي طالب. الوزارة هيئت واحد الدليل حسب معايير دولية، وجد واحد الإجراءات عملية اللي جعلناه ران إشارة جمع المؤسسات، وحنا حسب واحد المنهجية صارمة كنقوموا بزيارات ميدانية بس نسهروا على التطبيق اليومي ديال هاد الإجراءات الصحية. فبغينا نأكدوا بأن غنكتفوا هاد الزيارات الميدانية في جميع الوجهات السياحية، لأن هاد الظرفية ديال هاد الوباء كيجعلنا خاصنا نكونوا كلنا معبئين ومنضبطين باش نحافظوا على سلامة الزبناء والمستخدمين والمواطنين. نستعدوا لاستقبال المغاربة لقاطنينا في الخارج اللي بغاو يجيو يدوزوا العطلة الصيفية أو يجيو يعيدوا مع العائلة ديالهم. غادي نعطيو التوجيهات الناس اللي هما مسؤولين على الفنادق كيفاش يوفروا شروط السلامة الصحية، كيفاش تقدر تكون المواكبة باش الحمد لله دوز الأمور على أحسن مياه، لأن هادو جايين دوزوا عطلة ما خصش يكون فيها مشاكل، دونك خاص يبقى دائما أحسن استقبال وظروف ديال السلامة الصحية تكون متوفرة من الأول حتى الأخر. وفي جديد الوضع الوبائي ببلادنا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى 10:00 من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 15194 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن إلى 11705 حالات بعد تماثل 258 حالة جديدة للشفاء، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات إلى 243 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
المطهرات الكحولية من الوسائل الوقائية التي تم الاعتماد عليها منذ ظهور فيروس كورونا هي معقم للأيادي، لها إيجابيات وسلبيات أيضا، وعن كيفية استخدامها والأخطاء التي ينبغي تجنبها عند اقتنائها يدور روبورتاج ليلى عسلي وعبد الرحمن زيان. فعال في القضاء على جل أنواع البكتيريا خلال مدة لا تتعدى 30 ثانية، ومع تفشي فيروس كوفيد 19 ازداد اهتمامنا باستخدامه. معقم اليدين، أساس جل أنواعه هو الكحول، سهل الاستعمال في حالة عدم وجود الماء والصابون. إيجابيته لا تعني بتاتا الإفراط في استخدامه، فقد تنتج عنه التهابات أو جفاف على مستوى الجلد، أو قد يتغير لون هذا الأخير. المحاليل ديال التعقيم كيكون فيهم الكحول، والكحول كيؤدي إلى فرطنا في الاستعمال دياله إلى الجفاف ديال الجلد وإلى مضاعفات أخرى بحال ليبر بيغمونتاسيون. حنا حاليا في فصل الصيف كاين ارتفاع في درجة الحرارة، ولا استعملنا هاد لي سوليسيون هيدرو الكوليك وتعرضنا بهم للشمس كيزيد من الخطر ديال ظهور المضاعفات. كذلك بالنسبة للمرأة الحامل خصها تأكد بأنه ما فيش واحد المواد اللي يكونوا ممنوعين عند المرأة الحامل. قد تختلف مواد الصنع من شركة إلى أخرى، عبوة بألوان وأحجام متنوعة باتت معروضة داخل الأسواق، صيادلة يفضلون اختبار هذا المنتج قبل بيعه للمستهلك. سي تال برودوي كون تروف دون كوميرس، أنا غادي ندير الكونترول ندير هذا البرودوي. فكيف نختار النوع الجيد من معقم الأيدي حليفنا في مكافحة الفيروس التاجي؟ أول حاجة اللي غنقدروا نشوفوه هما سكون نابيل لي كاركتير أورغانوليبتيك. لي كاركتير اورغانوليبتيك سيتادير كنشم الريحه واش هي نيت ولا لا. لا فورمول دو لو ام اس لي كلير دو بيروكسيد ديدروجين، غادي تلقى لو ديستيلي دونك لالكول بيان اونتوندو، اي غادي تلقى لا غليسيرين. في صورة سائل جال أو رغوة، مدة الاحتفاظ بقاتل الجراثيم هذا تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر من تاريخ فتح العبوة أو القنينة، وفي حالة تعرض أيدينا لتلوث ما فالماء والصابون هو أفضل طريقة للغسل والتنظيف. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2020 بقطبيها مرت في أجواء جيدة وإيجابية، بحيث بلغت نسبة الحضور 97.2% بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و 62% بالنسبة للمترشحين الأحرار. معطيات أوفى في تقرير خديجة زروال. أجواء إيجابية ميزت الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2020 والتي مرت هذه السنة في ظروف استثنائية جراء انتشار وباء كورونا. تم فيها تفعيل كل الإجراءات الوقائية مما ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. بالنسبة للمعطيات الإجمالية بخصوص هذه الدورة بقطبيها الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الأصيلة وأيضا القطب العلمي والتقني والمهني، فقد بلغ العدد الإجمالي للحاضرين 385,981، أي بنسبة حضور تجاوزت 97% بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و 62% للمترشحين الأحرار، وهي نسب مرتفعة مقارنة مع السنة الماضية. فيما يتعلق بنزلاء المؤسسات السجنية، فقد اجتاز هذه السنة 870 مترشح ومترشحة هذه الامتحانات. أما عدد المترشحين في وضعية إعاقة فقد بلغ عددهم 539، استفادوا من صياغة تكييف الاختبارات وظروف إجرائها حسب نوع ودرجة الإعاقة. وقد تمكن من إجراء هذه الامتحانات 12 مترشحا مصابا بفيروس كورونا، وذلك بالمراكز المحدثة على مستوى المستشفيات الميدانية بكل من بن سليمان، سيدي يحيى الغرب وبن قرير. في هذه الدورة تراجعت نسبة الغش بنسبة 30% مقارنة مع نفس الدورة في السنة الماضية. وقد انطلقت عملية تصحيح إنجازات المترشحين والمترشحات بجميع مراكز التصحيح البالغ عددها 375 مركزا، تعبأ لها 31,281 أستاذ وأستاذة، لتجرى بعد ذلك المداولات ابتداء من يوم الاثنين المقبل وإعلان النتائج في أجل أقصاه الأربعاء 15 من يوليو الحالي.
وبخصوص أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة خاصة أن تشهد عدة مناطق غدا السبت وبعد غد الأحد موجة حر من المستوى البرتقالي، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و45 درجة، خاصة بالأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي، السهول، غرب الأطلس، سايس، تادلة، الرحامنة، الحوز وهضاب الفوسفات. تشكل الفلاحة رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات من خلال تعزيز الاستثمارات، التكامل الجيد بين السلاسل الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي. النموذج نتابعه من الجماعة الترابية مستفركي بعمالة وجدة أنقاد في روبورتاج محمد بلاوي ورشيد العتابي. بهمة ونشاط العمال هنا بهذه الضيعة الفلاحية بجامعة مستفركي بعملة وجدة أنقاد يقومون بجني البطاطس، غراسة تمتد على مساحة 30 هكتارا وبمعدل إنتاج يصل إلى أكثر من 40 طنا في الهكتار. غراسة الأشجار المثمرة والخضروات استفادت من دعم مخطط المغرب الأخضر. أواخر شهر مارس عرفت واحد يعني تساقطات مطرية مهمة، واللي كان عندها واحد تأثير إيجابي على المزروعات الأخرى كغرسة الأشجار وكذلك الخضروات. مخطط المغرب الأخضر يستهدف دعم الفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة والإنتاج التي تستجيب لمتطلبات السوق من خلال تشجيع الاستثمارات وتثمين المنتجات وخلق فرص عمل. بالنسبة لنا احنا من شهر زوج غرسناها في شهر زوج وتلقينا مع هذا الوباء ديال كورونا، الحمد لله احنا بقاو العمال مستمرين وحنا بقينا في ذاك الشيء ديال مهما كان الحجر الصحي، ولكن احنا الحمد لله الوقاية كاينة وكل شيء موجود الحمد لله. وحنا بالنسبة لنا باش نوفروا السلعة للأسواق ديالنا هنايا يخصنا بقينا مستمرين في العمل، والحمد لله راه الأمور بخير وعلى خير. تحسين ظروف عيش الفلاح الصغير ومحاربة الفقر في الوسط القروي، إضافة إلى النهوض بفلاحة تضامنية وذات مردودية، هي من بين ركائز الدعم الثاني لمخطط المغربي الأخضر. يواصل مربو المواشي استعداداتهم لتوفير أضاحي العيد في ظل ظروف استمرار فيروس كورونا وتأثيراته الاقتصادية، استعدادات تواكبها مجموعة من البرامج الأخرى لمراقبة القطيع وإنجاح عيد الأضحى. من منطقة البروج نتابع روبورتاج أحمد العلوي وعبد العالي عياد. بضيعات تربية وتسمين أضاحي العيد التابعة لمنطقة البروج بسطات، يواصل مربو الماشية استعداداتهم وترتيباتهم الموسمية لعيد الأضحى، استعدادات لم تكن سهلة هذه السنة بالنسبة إليهم بسبب تداعيات كورونا وتأثيرات الجفاف. الظروف دازت صعيبة في حقيقة، صعيبة بزاف، كان هاد الحجر الصحي وهاد المرض اللي جاء الله تعالى، كان الإنسان باش يستعد للعيد في ظروف صعيبة. كساب راه ليله الله محمد رسول الله توصل هاد الخير هذا للعيد، موصلو توصلوا بواحد مشقة كثيرة، وكاين اللي مسكين مسلاف وكاين اللي هاز كريدي ديال العالف والحساب تيبيع عادي يخلص الناس، وكاين اللي ما تلاش كيجي كيعيط لك في التليفون تصور لي حولي وكتصيفطوا ليه وكدير معاه الثمن. وهذا بنادم هالعام كاين شويه المحين بزاف، كاين بنادم محن بزاف، كاين السوائر غاليه والكسيبه كلها دازت تاكلها في الدار، ولله اللهم لك الحمد الانسان صابر شويه، حقاش اللي بغى شي ميدان خاصو يصبر فيه ويخدم. خرجنا من الجائحة الحمد لله بنتائج جيدة، مع عمر يعني الكسيبة دازت مزيان، كان ما كانش عندنا شي خصائص لا في العالف لا في المواد الغذائية لا في أي حاجة الحمد لله، بفضل السياسة ديال سيدنا الدولة هي يعني مدعمة هذا القطاع. إعداد أضاحي العيد يتم أيضا عبر مواكبة مربي الماشية من خلال عمليتي الترقيم والتسجيل وإجراءات أخرى تهم مراقبة الأعلاف واستخدام الأدوية البيطرية وكذا مياه شرب الأضاحي. نقوم تدريجيا وبصفة متتالية بمراقبة القطيع لجميع المنخرطين، الهدف من هذا هو المراقبة ديال الصحة الحيوانية وكذا التأطير ديال الكسابة. هذا التأطير كيندمج في إطار كيفية إعطاء العلف والكلاء للكسابة. للإشارة، فعملية ترقيم الأضاحي والتي يشرف عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ما زالت متواصلة في مختلف جهات المملكة، موازاة مع اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات الكفيلة بإنجاح عملية عيد الأضحى 2020.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء السيد عبد الله أسوال، المدير الجوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الدار البيضاء أسطات. مرحبا بكم سيد أسوال. بداية حدثنا عن الحالة الصحية للقطيع بجهة الدار البيضاء أسطات. شكرا سيدي على الاستضافة ديالكم. فالحالة الصحية للقطيع هي جيدة وكيتم التتبع ديالها على صعيد جهة الدار البيضاء أسطات من طرف المصالح البيطرية الإقليمية ديال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتنسيق وثيق مع البياطرة الخواص اللي هما متواجدين على صعيد التراب ديال الجهة ديال الدار البيضاء أسطات. نعم سيد الكريم، بالنسبة لعملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى، أين وصلت هذه العملية؟ العملية ديال الترقيم اللي هي جزء من واحد البرنامج اللي هو متكامل فيه بزاف ديال المحاور، كتمشي حسب البرنامج اللي هو مسطر لها في ظروف جيدة، وتم لحد الآن على صعيد الجهة ترقيم ديال أكثر من 1,450,000 ديال الأغنام والمعيز، عند على صعيد واحد أكثر من 60,000 ديال الضيعة مخصصة للتسمين، وهذا رقم جد مهم هذه السنة. نعم سيد أسوال، كسؤال أخير، ما هي التدابير المتخذة من طرف المكتب لإنجاح عملية عيد الأضحى؟ هذه التدابير هي كتدخل في واحد الإطار ديال واحد البرنامج اللي هو جد متكامل لكي يتم التنفيذ ديالو على صعيد الجهة بتنسيق مع الشركاء، السلطة المحلية، الجمعيات المهنية، الأطباء البياطرة الخواص، كذلك جمعيات ديال حماية المستهلكين. وهذا التنفيذ ديال هذا البرنامج بدأ من البداية ديال السنة عبر التحسيس ديال الكسابة وكذلك التسجيل ديالهم، ثم العملية ديال الترقيم، وكذلك مراقبة الأعلاف، مراقبة استخدام الأدوية البيطرية، مراقبة مياه الشرب، وكذلك مراقبة تنقل ديال الفضلات اللي هو كيخضع لواحد الترخيص مسبق من طرف المصالح البيطرية الإقليمية. وهذا البرنامج كيستمر حتى ان شاء الله القرب ديال العيد، بحيث كتبدا عملية اخرى ديال التحسيس والتأطير ديال المواطنين بالنسبة لشراء ديال العيد، وكذلك التهيئة ديال الأضحية ديال العيد، وكذلك التهيئة ديال الأضاحي ديالهم. اذا هو برنامج يعني كيمشي على غرار السنوات الفارطة، كيمشي على حسب اللي هو مسطر له، والأمور لحد الآن كتمشي بصفة جيدة. نعم سيد عبد الله أسوال، المدير الجوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الدار البيضاء أسطات، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. وعبر العالم يواصل فيروس كورونا انتشاره الواسع والسريع، حيث تسجل كل يوم آلاف الإصابات في بلدان مختلفة خاصة بالقارة الأمريكية. خالد الأحمدي والتفاصيل. فيروس كورونا المستجد واصل انتشاره بسرعة في القارة الأمريكية، والبرازيل تعد الدولة الأكثر تضررا من الوباء في أمريكا اللاتينية، إذ تحصي أكثر من 69 ألف وفاة، أي بزيادة 1,220 وفاة في 24 ساعة من أصل ما يفوق المليون إصابة، وهي ثاني أعلى حصيلة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية ما يفوق 65,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حصيلة يومية تعد قياسية.
وفي الوقت الذي يقلل فيه الرئيس الأمريكي من حجم الأرقام، خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي يعتبر أن الوضع الصحي صعب للغاية. بيانات لجامعة جونز هوبكينز تفيد بأن إجمالي عدد المصابين بالوباء في الدول الأكثر تضررا ارتفع إلى أزيد من 3,100,000 شخص، توفي منهم أزيد من 133,000 شخص. بأستراليا تم فرض الحجر الصحي مجددا على مدينة ملبورن لمدة 6 أسابيع مع إغلاق حدود ولاية فيكتوريا. أما الوضع في أوروبا فيبدو برأي الخبراء تحت السيطرة رغم ظهور بؤر جديدة في بعض البلدان. ويحصي العالم لحد الآن أزيد من 12,200,000 إصابة وما يفوق 550,000 حالة وفاة، فيما يتجاوز عدد المتعافين 7,000,000 متعافي. وفي عالم كرة القدم وبالمباراة الختامية للأسبوع 31 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، تمكن فريق هيلاس فيرونا من تحقيق التعادل أمام إنترناسيوناليه بهدفين لمثلهما. تفاصيل المباراة نتابعها مع عبد الحق بهات. أدار الحكم ماسيميليانو إيراتي هنا من ملعب مارك اللاعب السربي داركو لازوفيتش، وبمجهود فردي متميز افتتح الحصة مبكرا لفريق هيلاس فيرونا. بعد مرور دقيقتين قعد اللاعب أنطونيو كانديفا هدف التعادل لأنتر ميلانو مع انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق، ميلانو بهدفين لمثلهما. ختاما مشاهدينا، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. لإنعاش القطاع السياحي والنهوض به عقد اليوم اجتماع موسع مع مهنيي السياحة، والهدف تدارس سبل مواجهة تداعيات فيروس كورونا. سبع 97.2% نسبة حضور المترشحين المتمدرسين بالدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، و 62% بالنسبة للمترشحين الأحرار. الاستعدادات متواصلة لتوفير أضاحي العيد في ظل ظروف استمرار فيروس كورونا، استعدادات تواكبها مجموعة من البرامج لمراقبة قطيع الماشية لإنجاح عيد الأضحى. شهية طيبة، في أمان الله.